السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، نسأل الله أن يديمها ونسأل الله لا يعاملنا بما نحن أهله وأن يعاملنا بما هو أهله وهو أهل لكل خير، ونسأل الله أن يثبت لنا ولكم هذا الخير ما حيينا أبدا. اعلموا إخوتي الكرام، من حرم الخير الذي هو فيه هذا فليخشى على نفسه من قول الله جل في علاه: ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. المسألة ليست بلهية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمعنى أنك بانسيابية وبسهولة وبيسر الله تعالى ييسر لك هذه المجالس وأن تجتمع مع من يذكر الله جل في علاه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يعني من الفوائد العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الملك يقول: فلان جاء لحاجة، فيقول الله جل في علاه: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذه مسألة التفريط فيها غير مقبول بحال من الأحوال، لا سيما وأن علماءنا قالوا أن طالب العلم، أصل طلب العلم فرض كفاية ليس فرض عين، أصل طلب العلم فرض كفاية، لكن فرض الكفاية عندما يدخل ويلج فيه المرء يصير فرض عين عليه، فلا يجوز التقاعس فيه بحال من الأحوال. يعني أنت كيف تضيع على نفسك إرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأبو هريرة عاتب الناس وهم ينشغلون بالتجارة، قال: أنتم تنشغلون بالسبق ها هنا وإرث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فتركوا ما في أيديهم وذهبوا إلى الإرث، إلى إرث النبي، فوردوا حلق الذكر وحلق العلم. فقالوا: يا أبا هريرة، أين إرث النبي؟ قال: هذا إرث النبي، إنما العلماء هم ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يعني لا يصح بحال من الأحوال أن نتلكأ وأن نتوانى في مثل هذه المسائل. يعني أنتم أحوج ما تكونون إلى العلم. ابن القيم يقول، وهذا كلام استقام من كلام الإمام أحمد بن حنبل، يعني الإمام أحمد قال: الناس حاجة الناس للعلم أشد من حاجتهم للماء والهواء. فابن القيم يقول: حاجة الناس للعلم أشد من حاجتهم للغيث. الغيث اللي هو الإيش؟ المطر. ولذلك أسقنا الغيث. فيعني هذه تفريط فيما لا يستحق التفريط فيه. دعوة لا تستقيم على علم لن تتم ولن يستتب أمرها، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تدوم، ولا بد أن تنهار في لحظة من اللحظات. أي دعوة لا تقوم على رأس العلم فهي دعوة منهارة قبل أي شيء، هي دعوة منهارة، هي انهارت قبل أن تبتدئ. وأنت ترى دعوات كثيرة جدا سنوات عمر طويلة وذهبت هباء منثورة. أي دعوة لا تقف على ساق العلم لن تدوم، لن تدوم. هذا الأصل الأصيل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ذلك سلم ما قال: ادعو فقط، قال: بلغوا عني ولو آية. نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. طيب، نبدأ الآن في الكلام على الشرك بين القديم وبين الحديث. نعم، الشبهة اللي احنا تكلمنا عنها، هتكلمنا عن شبهة ولا شبهتين امس؟ ايوة، ايش الشبهة اللي تكلمنا عنها؟ هذه اول شبهة عندهم، صح كده؟ نعم، يعني هم الشبهة ان هم استواء الربوبية بالإلهية عندهم، صحيح؟ صحيح؟ نعم. طيب، ايضا من الشبهة التي يتمسكون بها، طبعا احنا نتكلم اولا انكارا على انهم يستغيثون بالانبياء، صحيح، ويتوسلون بهم ويستشفعون بهم، وايضا يدعونهم من دون الله جل في علاه. والأسوأ من هذا انهم يدعون من دون الله جل في علاه الانبياء والاولياء ويسمون ذلك استغاثة، او استغفر الله، يستغيثون بهم ويدعونهم ويسمون ذلك ايش؟ توسلا. يسمون ذلك توسلا. هذا عملا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. هذا تحويل للأسماء، والمسألة تدور على المعاني لا تدور على الأسامي والمباني. فهم كما قلنا يستغيثون ويدعون غير الله جل في علاه ويسمون ذلك توسلا. من الشبهة التي يتمسكون بها أيضا اعتقادهم بحياة الأنبياء والأولياء، اعتقادهم بحياة الأنبياء والأولياء في قبورهم، والحق أنهم أحياء، يعني ما نقول ذلك، يعني الشهداء من الأولياء فهم أحياء في قبورهم. فهم يعني من الشبه عندهم هو حياة الأنبياء في قبورهم، وهذه صراحة يعني مسألة من أعظم ما تكون فيما يتمسكون به. هم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، والأدلة على ذلك بحر،
وأولياء الله جل في علاه أيضا أحياء في قبورهم، والشهداء أحياء في قبورهم. أما الأدلة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم في القبر فكثيرة، منها أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سلم عليه أحد إلا ورد الله عليه روحي فأرد عليه السلام. فهنا دي دلالة واضحة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي، فاستاء جدا من النخامة تكون في المسجد فتعرض عليه أعمال الأمة على ما جاءت من بعض الآثار تثبت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ. ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الأرض يعني حرم عليها الله تعالى أن تأكل أجساد الأنبياء، فهما يعني تمسكوا بمثل هذا، وأيضا تمسكوا بعض الآثار تثبت عدم موت الأولياء، ولا سيما أنهم يرون أن الأولياء أفضل درجة من الشهداء، والشهداء قد وردت الأدلة على أنهم أحياء في قبورهم بنص قول الله جل في علاه لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأيضا الحديث جابر رضي الله عنه هو بعد 3 أشهر نظر إلى أبيه فأرده كما هو لا شيء يتغير فيه إلا شيء من الأذن. وأيضا بعد سنين طوال بالمساحيق أراد معاوية توسعة المسجد أو مكان ما فضرب في رجل حمزة رضي الله عنه أرضاه والدماء سالت من رجل حمزة، فهم أحياء في قبورهم. الحق أننا نقول نعتقد هذا الاعتقاد وأن الجميع أحياء في قبورهم، لكن هم يتمسكون بهذه الحياة والأصل عندهم حتى يعني لا يعني أعدوا المسألة المهمة، هم يرون أن هذه الحياة هي كالحياة الدنيوية، يعني هم لا يفرقون بين الحياة البرزخية هذا أصل الأصيل عندهم، يعني هذه أصل المسألة عندهم أن الحياة الدنيوية هي الحياة البرزخية ما دام قد ثبت بالنص حياة الأنبياء وحياة الشهداء والأولياء فهي كالحياة، فلا بد يجرون عليها كل الأحكام بعد ذلك. وقد استدلوا على هذا بأن الله تعالى قد نهى عن الزواج من أمهات المؤمنين بعد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال الله جل في علاه ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا على التأبيد. قالوا وهذه لا تكون إلا لأن السلام حي فهم أزواجه، يعني تفهمون كيف فقهوا هذه المسألة، فقهوا المسألة بأنه ما دام حيا فهو زوج لهم، إذن هي على رباط الزوجية بينها يعني عائشة وسودة وأم سلمة رضوان الله على الفضليات المؤمنات أمهات المؤمنين على أنهن على رابط الزوجية بينهن وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذه دلالة واضحة جدا أن الله تعالى نهى عن الزواج أن 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 يتزوج أحد من أمهات المؤمنين لأنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشبهة الأولى التي يتمسكون بها في هذا الباب. من الشبهة أيضا الذين يتمسكون بها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وقال هو عدم الإرث هو دلالة على وجود الإيش الحياة، لأن أصل الإرث موت المورث وحياة الوارث ولو ثانية بعده، فهنا قال هذه ده حكم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لا يرثون النبي صلى الله عليه وسلم. عندك أحد يؤذن انتهى. فقال أن لأن هذه مسألة مهمة ما ينفعش سبها، فهذه شبهة ليست بالهينة. قالوا إذن هذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة في هذا الباب، واستدلوا على ذلك أيضا ببعض الشبهة التي يتمسكون بها. قالوا بقول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوارد الله توابا رحيما. بس الخطاب للأحياء الخطاب ولا سيما وأن القصة حاكمة هنا، وهذه حقا كانت في الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله. فعل النبي مالك ما ليس فعل النبي، أنا بتكلم عن وجه الدلالة من الآية عندهم. أنت بترد عليهم، أنا بتكلم عن وجه الدلالة عندهم. يعني أنتوا فاهمين لكن التعبير مش صحيح. ها. نعم. احنا قلنا أن المسألة جاءت في قوم جاء يعني
ما لما النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بان ياتوا لم ياتوا. الحق بان وجه الدلاله عندهم هو مساله العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا الذي تمسكون به. بعد الاذان ان شاء الله نبين المساله. من الشبه التي يتعلقون بها ايضا شبه الخرافات كما يقولون، او كرامات الاولياء، مع مصاحبه ذلك زياده في الخرافات التي يتمسكون بها. نحن اصاله لا ننكر كرامات الاولياء، هذه عقيده اهل السنه والجماعه كما سنبين، لكنهم يقولون بانه حدث وحدث، وان الله تعالى قضى الحاجات وفرج الكربات بسبب وجود هؤلاء الاولياء، فيعني اعتلوا عرش الشرك بهذا اذا صح التعبير، بانه قد حدث ما حدث من تفريج الكروبات بسبب هؤلاء الاولياء، فاعتقدوا فيهم في ما لا يعتقد الا في الله جل في علا. عامه نرجع الى الشبهه التي يتمسكون بها على مساله الاستغاثه ودعاء الانبياء والاولياء. الشبهه الاولى انهم قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره. فنحن نقول اولا عند اعتقاد اهل السنه والجماعه يقولون بان النبي صلى الله عليه وسلم نعم حي في قبره، النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره، لكن هل حياه النبي صلى الله عليه وسلم في قبره هي حياه الدنيا، هي الحياه الدنيويه، ام هذه الحياه غير هذه الحياه؟ هذا الاصل الاصيل، نقول نعم هو حي في قبره، لكن حتى حياته التي في قبره هذه هل يملك لاحد نفعا او ضرا؟ فهذا الاصل الاصيل، اولا هو حي في قبره نعم، لا ورد ادله بان النبي صلى الله عليه وسلم قال بان الله رد الله عليه روحي فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، هو حي في قبره نعم، لكن هذه الحياة حياة لا نعلمها، هذه حياة غيبية، حياة برزخية، والحياة البرزخية فيها لا يملكها، هو وصل إلى الأخيرة، لأن أنا برزخ إلى بين الدنيا وبين الأخيرة، فلا يملك فيها أحد بحال من الأحوال، بل إذا كانت الدنيا بأسرها لا أحد، نفسه هو قال عن نفسي لا يملك نفعا ولا ضرا لأحد، قال قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، هذا في الحياة الدنيا التي جعل الله للناس فيها ملكا وإرادة ومشيئة واختيارا، ولذلك لما قال مالك يوم الدين، مع أنه مالك الدنيا ودي مالك يوم الدين يوم القيامة، مالك أيضا قبل يوم الدين، لكن لما قال لأنه بعدما يعني جعل الاختيار وجعل الإرادة للناس كأنهم ملكوا وهم لا يملكون، لكن هو نسبة لهم. الغرض المقصود بأن ملك يوم الدين عندما يقول الله تعالى لمن الملك اليوم، لا أحد ينازع، لكن في الدنيا لما ترك الله الاختيار لهؤلاء كل شطح. جاء قال فرعون قال أنا ربكم الأعلى، قال أنا ربكم الأعلى، والنمرود كذلك قال أنا أحيي وأميت، هل أحد يستطيع يقول ذلك يوم القيامة؟ عندما يقول الجبار، عندما يقول أنا الملك، أين الملوك، أين الجبارون، أين المتكبرون، فيقول الله تعالى أنا الملك، في أحد يرد عليه ذلك؟ وفي أحد يتكلم؟ لا أحد يتكلم. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الدنيا التي فيها الاختيار والإرادة يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وأيضا في الحياة البرزخية يكون من باب أولى، لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا لغيره نفعا ولا ضرا بحال من الأحوال. أما القول بأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ كحياته في الدنيا بسبب أن الله تعالى حرم الزواج من أزواجه بعد حياته، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، هذا كلام دلالة على الجهل المركب، هذا ليس بعلم بحال من الأحوال، بل الحق بأن الله تعالى منع التزويج، منع أحدا أن يتزوج يعني أي من نساء النبي صلى الله عليه وسلم لأمور كثيرة. الأمر الأول لحفظ مكان النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مكانة النبي صلى الله عليه وسلم لا منازعة فيها بحال من الأحوال، ولكرامة السلام على الله جل في علاه أن فراشه لا يمكن لأحد أن يطأه بحال من الأحوال، هذه كرامة السلام، كرامة الله للنبي صلى الله عليه وسلم. الثانية بأنهن أزواجه في الآخرة، بأنهن أزواجه في الآخرة، وقد جاءت الأدلة المتضافرة المتوافقة على أنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، ولما قال الرجل سب عائشة فقام عمار وسبه وقال والذي نفسي بيدي إنها لحبيبة رسول الله إنها لزوج نبيكم في الدنيا وفي الآخرة، ودخل عليها ابن عباس وقال لها ذلك، قال أدي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، فهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، لذلك منع من الزواج منهن. وأيضا الثالثة لأنهن لهن احترام الأمهات، والأم لا تزوج، نزلت منزلة المحارم هنا في الاحترام والتوقير والتبجيل، فلا يجوز الزواج منها. فهذه الأدلة الثلاثة أو التوجيهات الثلاثة التي تبين حرمة زواج أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز بحال من الأحوال أن يقال بأن رابطة الزوجية موجودة، هذا لا يقوله أحد لا من أهل العلم ولا حتى من الذين نشأوا نشأة يعني بنعومة الأصفار في قراءة كتب العلم،
هذا لا يصح بحال من الاحوال. يبقى اذا حياه النبي صلى الله عليه وسلم هي حياه برزخيه، والحياه البرزخيه لا يمكن ان تكون كالحياه الدنيويه. فاذا قلنا بهذا وقد اثبتنا حياه النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ، فلا تلازم بين حياه النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ وبين ايه؟ الاستغاثه به ودعائه من دون الله جل وعلا. لا تلازم، لا تلازم ان يكون حيا في قبره وان تطلب منه الحاجات. هم يقولون كما كنا نطلب في الحياه، انهم كانوا يقولون صلى الله عليه وسلم ادعو الله لي ان يجعلني منهم. قال العكاشة بن محصن قال انت منهم، وايضا المره التي قالت ادعو لانس ام سليم قالت ادعو لانس خويدمك انس، وايضا المره العجوز التي جاءت ليقضي النبي صلى الله عليه وسلم حاجتها. فنقول هذا في حياتي، حاله حياته عندما كانت له الاختيارات، اما في البرزخ فلا، ولا دليل على انه يملك ذلك. والا لطار الصحابه وتتابعوا جميعا الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في تفريج الكربات وقضاء الحاجات، وهذا لم يكن، وهذا لم يكن بحال من الاحوال، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم انه احد جاءه الى قبره يطلب منه تفريج الكربات، الا هؤلاء الذين في عصرنا الان يذهبون الى النبي صلى الله عليه وسلم يتوسلون به او يستشفعون به او انهم يدعونه من دون الله جل في علا. يبقى اذا هذه المساله الاولى بان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا هن ازواجه في الاخره، وحياه النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ لا تساوي حياته في الدنيا بحال من الاحوال، ولا علاقه بينهما بحال من الاحوال. هذه حياه برزخيه فيها غيب، والغيب لا يقاس عليه الشهاده بحال من الاحوال. اما الادله الثانيه ادله نحن معاشر الانبياء لا نورث، ما تركناه صدقه. قالوا لا يورث لانه حي، والارث اصل يتبع الممات، الموت إرث يتبع الموت وهو حي، يبقى إذن لا إرث. شوف انظر الاستدلال، وهذا الاستدلال أيضا لم نرى أحدا من أهل العلم الذين يعتبر علمهم أنهم قالوا بهذا بحال من الأحوال. لكن كيف رد عليهم؟ هم يوافقونك على أنه مات، لكنهم أيضا يجرونك لتوافقهم أنه حي. هو حي، ما نحن وقلنا هو حي، هو حي في البرزخ. هو رد عليهم، رد عليهم في ذلك في الحديث نفسه. تفضل. هم يقولون انتوا فاهمين استدلالهم ايه؟ استدلالهم ايه يا سعيده مشوطه؟ استدلالهم ايه؟ نعم، انت خلي بس الراجل يفهم بس ايش استدلالهم، واجه استدلالهم ايش؟ يعني الارث لابد من ايش؟ من موت المورث ولو لحظه واحده. قالوا هو حي، وانتم ونحن متفقون على انه حي. نعم شيء. طب فين اللي فرضت عليهم؟ انت الان ماشي صحيح، بين لي هو ان هو يقولش ان هو حي في حياه الدنيا. احنا نقول لا، لو كان حي في حياه الدنيا لمحتاج ان يعني ايه يبين صلاه. لا ما هو بين، لان انت مش هتفهم ان هو حي في حياه الدنيا، ده انت كده بتقوي رابطتهم. اتفضل يا استاذ. انت هتقول كده ماشي او كده انت بتمشي صح. ماشي، هو في البدايه هنقول هم الان اصل استدلالهم بان سلم حي، والحي ايه؟ لا يورث، ولذلك قال نحن معاشر الانبياء لا نورث لاننا احياء خلاص في قبورنا. فنقول له طب الان لا نورث، هل العله في عدم الارث على ما تقولون انتم للحياه ام لغيرها؟ هو ده التاصيل في طلب العلم عشان تستطيع تصل الاجابه سريعا. فأنت الآن من الحديث كما دار وحار حجر النواتية على الحديث في الدلالة فيه على التعليل، التعليل هو الذي سيفيدك. التعليل إيش؟ لا نورث ليش؟ ما التعليل؟ ها ما تركناه صدقة، يعني ليس التعليل لأنه حي، ولكن التعليل لأن ما ترك صدقة. هذا أنت قلته حجر النواتية؟ انا عارف، عشان بس ما مش كل واحد يطلع بقى يقول هو ده اللي انا قلته وانت كده بتقص علينا وبتقص علينا صح. ما في، انا قلت لك انت مسكت الحديث دور معه ترى ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم الغى لهم التعليل الذي يعللون به. هم يعللون عدم الارث لحياه النبي، والنبي يعلل عدم الارث لايش؟ ها لانه ما تركه ايش؟ صدقه لا تملك. ثم نرجع لما قاله بقى الاخ الكريم على أن في الحديث بالزيادة دلالة على موتي لا حياتي. إيش بقى؟ فين هي؟ بسرعة اللفظة. ها
قال من بعدي، من نفقة أهلي، بعد نفقة أهلي من بعدي هو صدق. قال ما تركنا، ما تركت من بعدي من بعد نفقة أهلي فهو صدق. يبقى إذن الكلام على أنه صدق من بعد نفقة أهلي، قال من بعدي، يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم مات. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم ليست إيه؟ ليست كالحياة الدنيوية، هي حياة برزخية. والتعليل في عدم الإرث أن هذا صدقة وليس محلا للإرث. هذا رد عليه في الشبهة الثانية. صح حجر، الشبهة الثالثة؟ لا 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 لا، ولو أنهم ظلموا. ها؟ إن الله إيه؟ لا لا، أنت فين بقى؟ ما خلاص، ده هذه كل دي أدلة على أنه حي في قبري، انتهينا خلاص. احنا قلنا هو حي في قبري، وقلنا بمساءات ما تقنعه فهو صدقة. طيب الثالثة اللي هي ولو أنهم ظلموا، صح؟ لا، يبقى انت دي على الدليل على الحياة، دي أدلة على الحياة. قالوا أيضا من الشبهة، قالوا ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هذا وين وجه الدلالة عندهم في هذا الباب؟ جاءوك فاستغفروا، وقالوا العبرة عموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولو كان السبب فهؤلاء القوم الذين قد تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تعالى وإياكم لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. قالوا إذن المسألة على التعميم، يبقى إذن أي أحد قد أساء، أي أحد قد عصى ربه، أي أحد قد تعدى، فإنه يذهب ويجي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستغفر الرسول له. قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. قال إحنا بنتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هو يستغفر لهم، واستغفر لهم لوارد الله توابا رحيما. وطبعا قصوا قصصا عظيمة على بعض التابعين، هم ذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم واستغفروا الله هناك، وقبل الله الاستغفار، ورأى الرجل هذا رؤيا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فرد عليهم هنا من وجوه. الوجه الأول، نعم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكننا ننظر في السياق والسباق واللحاق لأنه محكم، فنجد أن المسألة كانت على الأحياء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم فعليا لله جل في علاه. لذلك حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون المنافقين للنبي كانوا يأتون أهل النفاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستغفرون فيستغفر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. لما تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جاءوا فاستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالقصة بأسرها جاءت على الأحياء الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو في خاصة نزلت في المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، إذا لم يرتضوا بهذا الجواب نقول إذ ظرف زمان الماضي، إذ ظرف زمن الماضي، وأنتم تستدلون بها على الماضي وعلى الحاضر، وهذا خطأ بين. ظرف زمن الماضي فيه دلالة واضحة جدا على أن المقصود هو في حالة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث المؤكد لهذا الباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم نرى أحدا من أصحابه جاءوا فوقفوا على قبره وقالوا له يا رسول الله استغفر لنا، لا سيما وأن هناك من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة شاهد على ذلك، قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات واستخلف أبو بكر، وقال وكفر من كفر من العرب، وكفر ومن الذين كفروا قد رجعوا إلى الإسلام مرة ثانية، ولم نجد أحدا منهم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر النبي فقال يا رسول الله استغفر لي، لأنه وقع في مظلمة، أيما مظلمة الكفر، ومع ذلك لم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والخير كل الخير في فعل أصحاب رسول الله، تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الأمة بالأمة، ولو كان خيرا لدلهم عليه، ولو كان خيرا لسبقون هم إليه. فلذلك لم يفعلوا علمنا أنه لم يصح حمل الآية على الحاضر وعلى المستقبل. الأمر الرابع المهم جدا في هذا الباب بأنه هناك لوازم باطلة لمن يقول بمثل هذا القول، يعني الذي يقول بأنك إذا أسأت تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتطلب منه أن يستغفر لك ربه جل في علاه، فيها لوازم باطلة. من هذه اللوازم الباطلة ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم به، قال اللهم لا تجعل قبري عيدا،
قال اللهم لا تجعل قبري عيدا. حبيبي اجلس، حبيبي اجلس يا بابا، يا شيخ سامح رحيم جايين في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل قبري عيدا. والعيد معناه من ايش؟ من العود. العيد ولذلك انت ترى الاخوه اخطاء فادحه حتى في الوسط الملتزم، هم يقولون من السنه ان ابن عمر كان اذا سافر واذا جاء الى المدينه ذهب الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. اي اخ رايح عمره صباحا يسلم على النبي، مساء يسلم على النبي، صباحا يسلم على النبي. وهذا يقع في المحظور. ده هو ده انا بتكلم على الوسط الملتزم اللي هو بيقول هذه سنه انا اقيم سنه، يعني هم يقعون في المحظور ولا يدرون. وانه لو ذهب وجاء ذهب وجاء اتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ عيدا. هي اذا نزلت وحللت بالمدينه تذهب تسلم على النبي وانتهى الامر. حتى في كلام في ان انت اصلا يعني تقف وتسلم عليه عندما تذهب. فاما من حج فلم يزرني فقد جفاني حديث ضعيف جدا، بل حديث موضوع لا يصح. فالاصل الاصيل في هذا الباب انه لو قلنا بهذا القول لنزل الناس في الحرج الذي قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف، وهو خبر دعاء خبر رد الانشاء. قال اللهم لا تجعل قبري عيدا، على اساس انه يكون قدرا، ولكن الحق ان هذا خبر رد به الايش؟ الانشاء، يعني لا تجعله، لا تجعله قبري عيدا، لا تجعله قبري عيدا. هذا من اللوازم الباطله، من اللوازم الباطله في هذا الباب ايضا هو الاعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اعتقاد في حياه النبي صلى الله عليه وسلم تجعلنا نقول بانه ليس بميت. ولذلك من هذه اللوازم الباطله ايش اللي حدث الصبري؟ عمر ها؟ تكذيب القرآن وأمر آخر. ممتاز، تكذيب القرآن وأمر آخر بسرعة معاه. اللي احنا بنراه في كل لحظة وحين الحاضرة ترى وقف ما في ايه. انا شايف النبي صلى الله عليه وسلم بيسلم عليا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين ترى بقى طول الليل في مكان بعيد والكلام ده يقول لك انا طول الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال هكذا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم يرى ليس بميت. فالحاصل ان هذه من لوازم الباطله لو قلنا بقولهم في هذا الباب، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، اذ ظرف زمان الماضي والمساله نزلت في المنافقين. والكلام الاخر نقول النبي نفسه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ده حال الحياه. فكيف بعد الممات؟ والله يجزم في الكتاب يقول انك ميت وانهم ميتون. هذه الشبهه التي يتمسكون بها. ايضا من الشبهه التي يتمسكون بها الكرامات. اولا هذا اعتقاد اهل السنه والجماعه، اعتقاد اهل السنه والجماعه بكرامه الاولياء. واعلم ان القاعده عند علماء العقيده ان كل كرامه لولي هي معجزه للنبي، هي في صف معجزات النبي، يعني هذه كلها في مصاف علامات النبوه. الكرامات لاولياء الله جل في علاه في هذه الامه هي في مصاف علامات النبوه، علامات نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك نحن نعتقد اعتقادا جازما بكرامات الاولياء، لا سيما بايش؟ بالادله والوقوع. الأدلة تثبت ذلك، وواقع الأمة يثبت ذلك في كرامات الأولياء. أما الأدلة على ذلك، من الأدلة على ذلك بسرعة، ده الوقوع. بقول الأدلة، ده الوقوع، الأدلة على أن في كرامات، ده الوقوع. الأدلة على أن في كرامات، يا لهوي الحلوة. الإخوة مش فاهمين يعني إيه أدلة، مش فاهمين يعني إيه الوقائع. إحنا بنستدل بالوقائع لكن نقول الأدلة، الأدلة لا. نعم، من إيه؟ من عاد لي وليا. ممتاز. طب من عاد لي وليا فين بقى كرامات الأولياء؟ كنت سامع الذي يسمع به، استدل من ذلك، كنت سامع الذي يسمع به، بصر الذي ولئن سألني لأعطينه. من هنا ينطلق الاستدلال إلى كرامات الأولياء عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. ثم يأتي بقى الوقوع في هذا بنفس الاستدلال. أنس بن النضر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت الربيع قد كسرت سن جارية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أنس القصاص، الأولياء يريدون القصاص، كس سن الربيع. قال تكسر رباعية الربيع؟ لا. أو ثنية الربيع؟ لا والله يا رسول الله. قال يا أنس كتاب الله القصاص؟ قال لا والله لا تكسر. وليس معارضة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعني قد طمع وأحسن الظن في ربه جل في علاه. فجاء الأولياء فارتضوا بالدية، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال رب أشعث أغبر مدفوع الأبواب، لو أقسم على الله لأبره. هذه من سر من التصديق. ولذلك من هنا يأتي قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فإيه؟ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ثم الوقائع كثيرة جدا في وقائع الأولياء. أبو ديس الخولاني أخذه الأسود العنسي ثم قطع أذنه. أولا قال له تشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد. قال تشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع.
فقال له مرة ثانية وثالثة هو يقول في حاله لا أسمع، ويقول في النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم أشهد أنه رسول الله، فقطع أذنه، قطع جزءا من أذنه، ثم قال له تشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع، فأجج النار ثم أخذه فألقاه في النار مكبلا بالحبال، فاحترقت الحبال ولم يحترق الأسود، فلم يحترق أبو إدريس الخولاني، فقالوا له لو تركته لصار فتنة رحله. فبكى عمر لما سمع به، بكى بكاء عظيما، وقال الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يفعل به مثل ما فعل بإبراهيم الخليل عليه السلام، أنه ألقى في النار وقال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا وقوع هي كرامات أولياء. وبكى عمر الخطاب وحمد الله على أن يكون في الأمة من يكون في مثل هذا الباب. أيضا من كرامات الأولياء استجابة الدعوات التي حدثت هذه البراء بن مالك، عندما قال اللهم افتح علينا ولينا دورهم وأذورهم واجعلني أول شهيد فيهم، فجعلهم النبي فجعلهم الله تعالى كذلك. أيضا من ذلك من هذه الكرامات الكثيرة للأولياء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، كانوا يقولون نأكل اللقمة ونجد اللقمة تنبت تحت هذه اللقمة، هذه من كرامات الأولياء. أيضا كان لما مشى سيدنا حضير ويقرأ الملائكة جاءت حوله، فهذه أيضا من كرامات الأولياء. لما مشى الحسن والحسين ولما مشى الصاحبان وتفرقت مشى معهم النور، حتى لما تفرق نور على اليمين ونور على الشمال، عمران بن حصين قال كان يسلم علي وأنا في سكك المدينة، فلما اكتويت كف عني السلام، ثم لما رجعت رجع لي السلام. كل هذه من كرامات الأولياء، فنعتقد بكرامات الأولياء. والكرامة والمعجزة يستويان في خوارق العادات، يستويان في خوارق العادات. هناك كرامات قيلة فيها يعني السند يتسامح فيه، لا يسعى السند، بأن سعد بن أبي وقاص لما بعثه عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه من أجل قتال الفرس وفتح بلاد فارس، اللهم افتح يا رب العالمين، ففتح بلاد فارس، وهم طبعا هذا حقد على الإسلام، يحقدون على الإسلام في هذا الباب، ففتح بلاد فارس، يقال أن المسألة كان بينهم بحيرة أو مياه عميقة، فسعد دعا الله رفع له، فكلما دعا نبتت صخرة يقف عليها الخيل ومشوا، يعني بخيل مشوا على إيه؟ على البحر على الماء. وهذه تحدث نعم، كرامات الأولياء تحدث، لا سيما لو قلنا أيضا بالسند اللي فيه مجهول ويستأنس به، لما قام عمر الخطاب خشي على الجيش وسارية كان على رأس الجيش وهو يخطف الناس في المدينة، والثاني بينه وبينه الفهاف والقفار، فوجد أن القوم في هلكة وأن النجاة أن يأوي إلى الجبل، وقف يخطب فقال الجبل يا سارية. عبد الرحمن بن عوف ما استطاع يتقبل، لسه بينزل عمر الخطاب من على المنبر، قال يا أمير المؤمنين ما تفعل؟ ماذا يقول الناس؟ ما الجبل يا سارية؟ أنت في إيه ولا في إيه؟ أنت بتخطب الناس ولا تقول الجبل يا سارية؟ قال ما أدري، رأيت سارية ورأيت معه القوم وعلمت أن النجاة أن يأوي إلى الجبل. جاءوا بعد شهر، جاءوا سمعنا صوت عمر يقول الجبل سريع، وكانت النجاة في ذلك، أنجانا الله جل في علاه في هذا. كرامات أولياء، خالد بن الوليد لما قال لأمير الروم قال له أشرب السم ولا أموت وترجع أنت وجنودك، يريد الحفاظ على جنود المسلمين، قال أفعل، فأخذ السم وقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، شرب السم بأسره ولم يحدث شيء، لأن الأسباب الله تعالى جعلها تتخلف. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فرد الله الذين كفروا بغضهم لم ينالوا خيرا. فإذا الكرامات نعتقدها، وهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، لكن هل هناك، هو السؤال هنا، هل هناك تلازم بين هذه الكرامات وبين أن نسألهم ونصف لهم العبادة من دون الله جل في علاه؟ أبدا، بل أصحاب الكرامات، ده الفرق بين الكرامة والمعجزة، أصحاب الكرامات وجوبا لابد من إخفاء أنفسهم أو إخفاء ذلك عن الناس، يعني لا تمدحون بالكرامات أمام الناس، لأن أصل المعجزة التحدي وأصل الكرامة إيه؟ رفع، فلابد أن يخفيها، لأنه ما أكرم إلا لإخلاصه، فإن تمدح بها أمام الناس يرائي، ومن رأى رأى الله به، من سمع الله به. فالأصل بذلك أن الكرامات لا يستلزم منها أنها نصرف العبادة لهم، ندعوهم من دون الله أو نستشفع بهم أو نتوسل بهم لله جل في علاه، فهذا خبط لا يصح. ثم بعد ذلك أردفوا بعد هذا الخرافات التي القصص العظيمة والخرافات التي تحدث، أن البدوي قام كما أنتم تعلمون أبو الدردار، صحيح ولا لا؟ قصة الأجداد يتكلمون عنها، ما أحد يعرفها؟ يا حبيبي يعني أنا
الحملة الفرنسية وطلبوا ان هم يشيلوا ينزعوا يعني ايه ينزعوا القبر. طيب عشان فهو بيشير اتشل، التاني بيشير اتشل، خلاص شلل بقى، جت فرت الشلل من الكرامات على هؤلاء. فقالوا لا يبقى لازم عشان كده، وما بيقول لك بقى والدلالة على ذلك ان الترام ايه، ان الترام ايه بتلف بتحود ما تقدرش تمشي مستقيم بتلف اهو. ده كمان بقى من شدة الكرامات اللي احنا سمعناها لهؤلاء، هي قصص وخرافات ان في الحرب يعني في ديناميت نزل ولا توربيد ولا الشيء اللي بينفجر، توربيد نزل فالراجل طلع من قبره وقام جاي حامله على الناس، ناس بينظرون اليه ففكوا بلسانه، جزاك الله خد سانه ولا بيده، وبعدين حطه على جنب ما تفرقعش، الحمد لله جزاك الله خير. هذه الكرامات اللي احنا عايشين فيها، خرافات والناس بتتعلق بهذا. وطبعا انت كل ما تسمع بس التوربيد نازل صياحات لغايه السماء وصويت وعويل وبكاء، وده كده وكل امراه بقى واقفين طوابير يقفون اذهب الى العمر وترى طوابير على بوابه ابي الدرداء، كل امراه بتمسح العتبه على زوجها في هذا المكان على اساس انه انتهى الموضوع، علموا الكرامات. فهنا يدعونهم من دون الله جل في علا. وطبعا انت ترى القصص المشهوره ان رجل قال انا كنت في البحيره وكان ثم قلت يا بدوي، طبعا مش انت، طبعا مش انتوا، طبعا مش انتوا ولا انتم، هو بقى يا بدوي وانتهى الموضوع بقى، بدوي الشيخ بدوي جه وطلعهم واخدهم الحج. ويعني المسائل دي كلها كثير من الناس بيحكونا بهذا الباب، والحق ان هناك بعض المأثورات صحيحه، يعني بعض المأثورات صحيحه، يعني ممكن يرونك في طنطا وهناك اناس يتحدثون انهم راوك في الاسكندريه، وده صحيح، ده صحيح، ممكن الجن يتمثل بك يتشكل بشكلك وياتي. ما انت تحسبونني امزح؟ وهذا حدث حتى واقعا، ابن تيميه جاءه ناس من حمص او من غيره قالوا نشكرك على ما فعلته كذا وكذا، قال انا ما فعلت هذا، قال والجن يتمثل بي ويذهب يعني من حبه في ابن تيميه بيفعل ذلك، او يكون بقى جني اصلا يريد الفتنه للناس يفعل ذلك، وده صحيح بيحدث، والله بيحدث حتى في الواقع هذا بيحدث. فهم يستخدمون هذه القصص على اساس الترويج لإجازه او تمرير مساله ان تتوسل بالاولياء وان تدعوهم دون الله جل في علاه، كما قلت حتى بلغ بهم ان الناس الان يعتقدون في الاولياء ما لا يعتقد الا في ايش؟ الا في رب الاولياء سبحانه جل في علاه. اياكم ثم اياكم ان تضيعوا هذه المسائل، هذا اساس نجاتنا جميعا، هذا اساس نجاتنا، المعتقد وصحه المعتقد وسلامه المعتقد واستقامه المعتقد لا نجات ابدا الا بذلك، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن التام، لهم الامن وهم مهتدون. انا اقول لكم يعني لو يعني ممكن من هنا اقول لواحد هناك اسلام لو سمحت قص علي الاخ اللي قاله السيد في مساله الزرقاني هذا، في الزرقاني الرجل التاجر اللي بيذبح ذبائح من اجل الزرقاني ايش قال؟ ها؟ اول شيء اللي حدث بعد ما ابوه مات اخذ الراجل الوالد ولف وطاف في القبر، طاف نعم طاف على القبر. طب هو ايش قال؟ لما اعطى الطعام للناس قال ايش؟ الزرقاني ايه؟ يقول الزرقاني هو الذي يرزقني ويرزق الناس. ما تقولوا بقى الان ان المساله في الخيالات والاساطير، هذا كلام في الواقع، رجل تاجر كبير والله فتح عليه، شوف ابتلاء، هو بس عمل فته مره مرتين دعا الناس اليها فربنا زاده في المال فقال لك بس هو الزرقاني الذي يرزق. شوف اعوذ بالله من جحود بالله جل في علاه، فتنه وبلاء. وهذا كلام مش في اساطير، ده واقع نعيشه. لذلك اقول لا نجاة الا بسلامه المعتقد، لا نجاة الا بسلامه المعتقد. بهذا نكون قد انتهينا من الاصل في هذه الشبهه اليوم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.